أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة، قد وصلنا إلى قصة كريمة عظيمة يظهر الله تعالى فيها كرامة بني آدم، وكيف أن الله تعالى شرفهم واختارهم لحمل أمانته، وكيف أن الله عز وجل كرم هذه الأمة المحمدية وشرفها بالإمامة بعد ذلك. معنا أيها الأحبة الآيات من سورة البقرة في قصة آدم عليه السلام، من الآية 30 إلى 39. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك. هذه الآيات تركز على إكرام الله عز وجل لآدم بالخلافة، وقد ذكرنا بارك الله فيكم لنصل الحديث بمقصد السورة في كل مقطع، فإن هذا الحديث يصل بالمقصد السورة التي ذكرنا أنها في إعداد أمة الإسلام للخلافة والإمامة وحمل أمانة الدين وتكليفها بالشريعة وتبليغ وأمرها بالتبليغ. جاءت هذه القصة الكريمة لتكون إشارة إلى أول استخلاف في الأرض، وأنكم أيها الأمة المحمدية ورثة لأبيكم آدم عليه السلام في هذا الاستخلاف. هذه الآيات أيها الإخوة وهذه القصة كما ذكرت لكم تدلنا على أصل الخلق البشري وحكمة الخلق، حكمة الله عز وجل في خلقهم، وهو تكريمهم وتكليفهم بالخلافة. ولذلك الله عز وجل قال: إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال بشر ولا قال آدم، قال إني جاعل في الأرض خليفة. وفي هذا إشارة إلى أننا نحن الجنس البشري قد استخلفنا الله تعالى في هذه الأرض لعمارتها بطاعته وعبوديته، وكما سيأتي في آخرها: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكرنا مناسبة هذه الآيات لسياق السورة، وأنها تصل هذه الأمة المحمدية المستخلفة بأول خليفة في الأرض وهو أبوها، وهو الأصل الأول لها، وهو آدم عليه السلام. لعلنا نتابع الحديث في تأمل الآيات آية آية، وأنا أقترح أيها الإخوة فيما يتعلق بالتعليق، ربما بعض الإخوة يقول: لا أستطيع أن أعلق. لا يلزم أن يكتب الواحد كل شيء، وإنما يكتب ما يرى أنه مهم أو لطيفة مهمة في الآيات، لأن الورقة ربما لا تسع لذلك، وحتى لا يأخذه الوقت في يستغرقه في الكتابة وفينشغل عن يعني الكلام. الآية الأولى هي قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية أيها الإخوة غرضها وهدفها في بيان حكمة الله في خلق آدم، وهو كما ذكرت لكم الاستخلاف في الأرض لعبادة الله عز وجل، استدلالا بذلك على ذريته من تبعه من بعده في لزوم اتباع الهدى.
وقال الله عز وجل: وإذ قال ربك، والحديث والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لمن بعده من أمته، لمن كل قرأ، لمن قرأ هذه الآيات. فالحديث ابتداء متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه لطيفة مهمة. توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يشعر؟ يشعر بأحقيته بوراثة تلك الخلافة العظمى. يشعر حينما يخاطب بذلك، يشعر بأحقيته وأحقية أمته في وراثة هذه الخلافة وهذا التكريم، كأنه تسليم له لهذه الخلافة. ثم أيضا أيها الإخوة، إخبار الله عز وجل لملائكته عن استخلافه لآدم في الأرض ماذا يشعر؟ يشعر بأن الأمر، وأن هذا الأمر ذو شأن عظيم عند الله عز وجل، ولو لم يكن كذلك لما أخبر ملائكته بذلك. فهذا يدلنا على كرامة الله، كرامتنا عند ربنا، وأن الله عز وجل أخبر وأعلم ملائكته بذلك. ثم أيضا التنصيص على وظيفة الخلافة دون أن يقول إني جاعل في الأرض خلقا أو بشرا، إبراز لماذا؟ إبراز للقيمة الكبرى والمهمة العظمى لهذا المخلوق ودوره في الأرض، وأنه بذلك أي بهذه الخلافة يعتبر عاملا من مهما في نظام الكون كله، إذ أن خلافته في الأرض تتعلق بارتباطات شتى في الكون، بسمائه وأرضه وشمسه وقمره ورياحه وأمطاره، كل هذه المخلوقات مربوطة بهذا المخلوق في عبوديته لله عز وجل. فهذا يدلنا على فضل هذا المخلوق وعظم شأن ما خلقه الله تعالى له. ثم قال الله عز وجل في قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا القول من الملائكة هو اعتراض أم هو تساؤل أم هو تعجب؟ اختلاف العلماء في ذلك كبير، لكن الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين هو أن قولهم ذلك تعجبا. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني كيف يكون خليفة وهو يفسد، أو من ذريته، استغفر الله، من ذريته من يفسد ويسفك الدماء؟ فهم قالوا ذلك على وجه الاستغراب والتعجب من كون ذرية هذا الخليفة يحصل منهم ذلك، مع أنهم أي الملائكة مقيمون على ماذا؟ على التسبيح لله عز وجل والسلامة من الآثام. فغرضهم شدة التعجب مع التعريض بأنفسهم أنهم أولى بذلك، لأنهم يسبحون الله عز وجل ويقدسونه وهم سالمون من الآثام. وخفيت عنهم عليهم السلام حكمة الله العظمى في شأن هذا الخلق وما سيكون من شأنه وما سيكون فيه من مصالح عظيمة. وهنا سؤال مهم قد يرد على ذهن كل واحد متدبر: كيف علم الملائكة أن هذا المخلوق سيكون من شأنه وشأن ذريته الإفساد وسفك الدماء؟ أي كيف قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ نعم. يعني هذا جواب، الجواب الأول أنهم علموا ذلك من حيث أن ذلك قياسا على من سكن الأرض قبل هذا المخلوق وهم الجن، على ما تذكر الروايات. هذا قول، وهو قول قوي، لكن هناك قول قد يكون أقوى منه، وهو نعم أحسنت، هذا قول ثاني، وهو أنهم حين اطلعوا على طبيعة هذا المخلوق وأنه أجوف، وعرفوا أنه بخلقته ضعيف لن يستطيع أن يقاوم، فركبت فيه الطبائع الأربع، عرفوا أنهم سيكون منه ذلك. هذا قول. القول الثالث، وهو القول الأصح عندي والله أعلم بعد تحرير هذه المسألة، وهي مسألة طويلة أطال فيها العلماء، هو أن الله عز وجل أخبرهم، أطلعهم على ذلك، يعني قال: إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا فيه بعض الروايات واردة، قالوا: وماذا يكون من شأن هذا الخليفة؟
قال يكون من شأنه كذا وكذا وكذا، وأن من ذريته من يفسد ويسفك الدماء، يعني أن الله أخبرهم بذلك عن أن يكون شأنهم. وهذا أمر قد يكون قريب، لأن الملائكة حين أخبرهم الله بذلك قالوا ما شأن هذا الخليفة ونحن نعبدك ونقدس لك، يعني قائمون بعبوديتك، فماذا يكون من شأنه؟ هل هناك شيء سيقوم به هذا المخلوق غير ما نقوم به من التسبيح والعبادة لك والطاعة؟ فقال الله هو من شأنه كذا وكذا وكذا، وأن من شأن ذريته من يفسد فيها في الأرض ويسفك الدماء. قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء تعجبا، كيف يكون ذلك؟ وهذا معنى يظهر الله تعالى أعلم أنه أدل وأقرب لما روي عن خرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وعلى كل حال فالأقوال الثلاثة يعني كلها واردة. ما معنى قول الملائكة نحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وما الفرق بين التسبيح والتقديس؟ التسبيح أيها الأخوة هو التنزيه، هو التنزيه كما قال ابن جرير، والمقصود هنا مقصودهم هو تنزيهه عز وجل عما يقع من هؤلاء من الكفر والشرك، وهو الإفساد في الأرض. وأعظم الإفساد لا شك هو الكفر، أعظم الإفساد في الأرض هو الكفر. فلما أخبرهم بأنه من هؤلاء من يفسد في الأرض قالوا نحن نسبح بحمدك، يعني ننزهك عن هذا الشرك الذي يقع منه هؤلاء أو من هؤلاء، وهو أعظم الذنب. ونقدس لك أي نطهر أنفسنا لك، ونطهر أنفسنا لك، وليس معنى نقدس لك يعني نقدسك أنت، وإنما قالوا نقدس لك بمعنى نطهر أنفسنا لك. والتقديس هو التطهير، بمعنى أنهم يطهرون أنفسهم من أعظم الآثام، ومن أعظمها إيش؟ سفك الدماء. فانظروا كيف قابلوا الإفساد بالتسبيح وقابلوا القتل بالتطهير والتقديس. نعم، ولو كان المقصود نقدسك لقال لو كان مقصود تقديس الله لقال نقدسك. قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. ما معنى إني أعلم ما لا تعلمون؟ اختلف المفسرون فيها اختلافا طويلا، لكن الراجح والله تعالى أعلم أن المراد علمه سبحانه وتعالى بالحكمة من خلقه هذا، بالحكمة من خلق آدم عليه السلام، وأن في ذلك من الخير العظيم الذي لا يعلمونه، ومن ذلك ما يشعر بأنه تعالى سيظهر من ذرية هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالح عباده والشهداء والصالحين والصديقين والعلماء وأهل الإيمان والطاعة والجهاد من قد يكون خيرا من الملائكة، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. وبأن وراء خلق هذا الحال مصالح أخرى لا تعلمها الملائكة من إقامة أمر الله وإظهار سبحانه وتعالى حكمه وأثار أسمائه وصفاته. لو لم يكن هذا المخلوق كيف يظهر اسم الله الغفور؟ وكيف يظهر اسم الله القدير؟ قدير على الكافرين وغفور للمؤمنين التائبين. فلا تظهر أسماء الله وآثارها إلا بهذا الخلق، بهذا المخلوق وأعماله. فيحصل من وراء ذلك المخلوق حكم عظيمة علمها الله عز وجل وخفيت عن الملائكة عليهم السلام. ثم بعد ذلك أيها الإخوة أراد الله وله الحكمة البالغة أن يبين للملائكة فضل آدم وفضائله. فأول فضل وأول تشريف هو إخبارهم بأنه خليفة. ثم جاءت الخاصية الثانية والتشريف الثاني، وهو قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. في هذه الآية أيها الإخوة تعيين الخليفة بأنه آدم، وتشريفه بفضيلة العلم التي هي من أعظم ما يشرف بها الإنسان، بعد فضيلته، بعد بيان فضيلته بالخلافة في الأرض، إظهاراً لتكريم الله عز وجل لبني آدم بالعلم، وإلزاماً بالإيمان به ومعرفة حقه سبحانه، إذ العلم يبعث على الإيمان بالله ومعرفته، والعلم يورث المعرفة. انظروا وتأملوا أيها الإخوة معي، وأنا حقيقة أتمنى أن يكون كل واحد معه مصحف يتأمل الآيات معي مرة، يعني آية آية. قال الله علم آدم الأسماء، إبراز اسم آدم في مقام العلم يدل على شرف وذو شأن. علم آدم الأسماء، ما قال علمه أي هذا الخليفة، قال علم آدم، فهذا فيه إبراز لاسمه تشريفا له تنصيصا عليه. وفي قوله علم آدم فيه معان ظاهرة في فضيلة آدم وجنسه البشري بالعلم، منها أولا الترقي من تشريف آدم بالعلم بعد ذكر الخلافة، وثانيا الإشارة إلى أن العلم والمعرفة هو المناط للخلافة والعمدة فيه، الإشارة إلى أن العلم هو المناط للخلافة، يعني الخلافة والإمامة في الدين تستلزم العلم، وهذا الذي يكون في الأنبياء والمرسلين، يبعثهم الله ويرسلهم مع العلم بالعلم، فلا تقوم الخلافة والاستخلاف إلا بالعلم. ثالثا أن الله خصه وشرفه بالعلم دون الملائكة المقربين عنده، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فتخصيص آدم دليل على فضل. ثالث رابعا أن الله جعل العلم أول وأعظم خصائصه. خامسا تعليمه إياه، فلم يوكل ذلك لأحد، لم يوكل تعليمه للملائكة، وهذا شرف عظيم. فيه أيضا تحدي الملائكة بأن يأتوا بما علمه إياه لإبراز فضله عليهم، وفيه تعليمه الأسماء كلها فلم يعلمه جزءا منها، وفيه شرف بني آدم بهذا العلم، وأنه أعلى وصف يتصف به الإنسان، أعلى وصف يتصف بالإنسان العلم بالله عز وجل، والعلم الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه هو السر الإلهي العظيم الذي أودعه الله هذا الكائن البشري وهو يتقلد الخلافة. ثم قال الله عز وجل إن ثم عرضهم على الملائكة، يعني بعد ذلك، وفي الاتيان بثم فيه إشارة للمنزلة لآدم، قال أنبئوني، وفي هذا تعجيز من الله لهم عليهم السلام، وفي قوله إن كنتم صادقين تعجيز لهم أيضا عليهم السلام وتعظيم للأمر، قالوا سبحانك، وهذا معنى دال على ماذا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا يدل على شرف الملائكة وحسن وكمال أدبهم وكمال طمأنينتهم ويقينهم بفضل هذا الخليفة وشرفه، بأنهم استسلموا فقالوا سبحانك، لو لم يكن ذلك استسلام منهم لجادلوا، فما كان منهم عليهم السلام وهم البررة المطيعون لربهم إلا أن قالوا سبحانك لا علم لنا. وهذا الاستفتاح بالاعتذار والتوبة أيها الإخوة هو سنة المرسلين، وهو أدب التائبين الصادقين، وهو أدب ينبغي أن يتمثله الإنسان في اعتذاره وتوبته لربه. أليس يقول موسى في توبته سبحانك تبت إليك، وقال ذي النون سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذا أدب ينبغي أن يكون في حال التائبين المستغفرين. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذا فيه أدب آخر، وهو أنهم علموا بأنهم نفوا العلم عن أنفسهم وبيّنوا أنهم لا علم لهم إلا من الله عز وجل، وهذا يبين أنه لا علم للإنسان إلا بما علمه الله سبحانه وتعالى. قال إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وذكروا العلم والحكمة إشارة إلى ما ذكره الله تعالى في حكمته في هذا الخلق، وهو حكمته في خلق آدم. هنا سؤال، ما وجه تقديم إظهار فضل آدم بالعلم قبل الأمر بالسجود له؟ هو الآن الله عز وجل ذكر لهم أنه الخليفة استخلاف،
ثم فضلهم بالعلم قبل أن يأمرهم بالسجود له. في هذا أيها الإخوة كما ذكر بعض المفسرين أنه من باب ترتيب الدليل على المقصود، وذلك أنه لما كان الغرض في بيان فضيلة آدم وما شرفه به من الخلافة في الأرض اقتضى الأسلوب الحكيم أن يوضح لهم الحجة في فضيلة هذا الخليفة وسبب تعيينه والأمر الذي يظهر به شرفه عليهم. فلما فرغ من محاجتهم وبين لهم فضله أمرهم بالسجود إليه ليكون إقرارهم قولا وعملا، إقرارهم بالقول سبحانك لا علم لنا وإقرارهم بالعمل وبالسجود له كما أمرهم الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هذه في هذه الآية والإخوة أنه لما طلب منهم الإنباء عن الأسماء فعجزوا عن ذلك أراد سبحانه يظهر فضل آدم عليهم فقال يا آدم، فناداه باسمه تشريفا له وإظهارا له في الملأ الأعلى. لا شك أن ذلك تشريف لآدم إذ يناديه الله عز وجل ويطلب منه أن يخبرهم بالأسماء. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم أي بأسماء الأسماء التي علمها الله تعالى إياه وهي أسماء الموجودات كلها، قيل علمه الأسماء قيل علمه المسميات، في هذا خلاف كثير، قيل علمه أسماء الطير وأسماء الجن وأسماء الملائكة، وقيل علمه الأسماء ومدلولاتها وهو الأظهر والله تعالى أعلم. قال الله عز وجل ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ما علاقة هذا لإظهار كمال علمه سبحانه وتعالى وكمال وشمول إحاطته بالخلق، وأنه سبحانه وتعالى له الأمر كله وله العلم كله وله الحكمة كلها فيما يختاره ويأمر به، وهذا يبعث على الامتثال. فإذا قال الله أمر فلا ينبغي لأحد من خلقه أن يعترض عليه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ذلك أن الله له الحكم والأمر سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. وفي هذا يعني معنى لطيف ذكره بعض المفسرين في قوله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، وهو الغيب المتعلق، هو الغيب العام، ومنه الغيب المتعلق بآدم وما سيكون من شأنه مع إبليس في الجنة، وما سيكون بعده من تكليف والبعث والجزاء والجنة والنار، وعلمه بالملائكة وما يكون من شأنهم مما فيه قيامهم بما أمرهم الله عز وجل بما يحقق لآدم وذريته الخلافة، مما يكون من جبريل عليه السلام حمل أمانة الرسالة وتبليغها وأمانة الوحي، وما يكون من ملك الموت، وما يكون من شأن ملك الجبال، وغير ذلك مما يكلهم الله تعالى به. ثم قال وما كنتم تكتمون، إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما معنى وما كنتم تكتمون؟ هل كتم الملائكة شيئا عن ربهم؟ لم يكتموا، ولذلك هنا فيه إشارة إلى أن الله يعلم ما لو كنتم تكتمون، فيما لو كنتم تكتمون شيئا فإن الله يعلمه. في هذا إشارة للخلق بأنهم يعلمون أن الله مطلع على ما في نفوسهم. وفيه إشارة ولطيفة أيها الإخوة متعلقة بقصة آدم، وهو معرفته سبحانه وتعالى وعلمه بما يكتمه إبليس حين رأى خلق آدم وأنه لا يتمالك لأنه أجوف، ثم قال للملائكة الذين معه حين رأوا خلقه أرأيتم إن فضل هذا عليكم وأمرتم بطاعته ما تصنعون؟ قالوا نطيع الله. قال إبليس في نفسه قال والله لئن سلطت عليه لأهلكنه ولئن سلط علي لأعصينه. هذا مما كان في قرارة إبليس حين علم بخلق آدم، فقال الله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، لأن إبليس لم يعلن يعني الاعتراض إلا حين أمر بالسجود بعد ذلك. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
أبى واستكبر وكان من الكافرين إلى آخر الآيات. هذه الآيات أيها الإخوة فيها فضيلة آدم وتكريمه بأمر الله بالسجود له، وهذه الميزة الثالثة بعد أن شرفه بأن اختاره للخلافة ثم علمه الأسماء، هنا أمر الملائكة بالسجود له، فهذه من الكرامات التي أكرمه الله تعالى بها لآدم، وهي كرامة لبنيه كما قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم. فالآية متممة لما قبلها، قال الله عز وجل: قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقلنا أنه جاء بالأمر بالسجود له بعد أن بيّن فضله بالاستخلاف والعلم، وهذا من التدرج في بيان الفضل. لاحظوا أيها الأحبة أن الله عز وجل قال فاسجدوا أو فسجدوا، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. ماذا نستفيد من قوله فسجدوا ولم يقل وسجدوا؟ نستفيد منها التعبير بالفاء الدال على الترتيب والتعقيب، سرعة امتثال الملائكة لأمر الله عز وجل بالسجود له، فيوم أن أمرهم ما تلكأوا إنما سجدوا مباشرة، وهذا يدل على فضيلة آدم. سوى إبليس قال الله عز وجل اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. لم يقل إلا إبليس لم يسجد، أو قال إلا إبليس امتنع، قال أبى واستكبر. لماذا قال أبى واستكبر؟ للدلالة على سبب امتناعه، وهو التكبر والعناد عياذا بالله، وليس ذلك منه لأجل التأمل أو التردد أو السؤال عن هذا المخلوق أو لماذا أسجد، وإنما أظهر الله عز وجل سبب امتناعه وهو التكبر، أبى واستكبر. ولماذا قال أبى واستكبر ولم يقل استكبر ثم أبى؟ لأن في الأصل أنه يستكبر ثم يأبى، فلماذا قدم الإباء على الاستكبار مع أن حقه التأخير؟ لأنه هو الذي يظهر في الظاهر، الإباء الظاهر، أما الاستكبار فلا يظهر لأنه في نفس إبليس، فأظهر الله تقدم ما هو دال على الأمر بحقيقته وواقعه، وهو إبائه وامتناعه ظاهرا، فهو امتنع ظاهرا ولم يمتنع في نفسه فقط، فقدم قوله أبى ثم قال استكبر ولم يقل تكبر. لماذا قال استكبر؟ ما فائدة ذلك؟ هذا يدل على أنه استجلب الكفر، استجلب الكبر، يعني تطلب الكبر عياذا بالله. انظروا أيها الإخوة ما في نفس هذا العدو الذي قد وصل به الحال من الحسد لآدم، أنه استجلب لنفسه الاستكبار والكبر لئلا يسجد لآدم عليه السلام. ثم قال الله وكان من الكافرين ولم يقل وكفر، لماذا؟ للدلالة على بلوغه نهاية الكفر، يعني أنه قد وصل المرحلة النهائية في نهاية الكفر، وهو مشعر بنزوله إلى أسفل سافلين بعد أن كان في أعلى عليين، وفي مقابل ذلك أعلى الله آدم علوا فمنحه هذه الكرامة وهذا الشرف وهذا العلو. وفي هذه الصفات أيها الإخوة وإظهارها، الإباء والاستكبار والكفر، تعريض للمستكبرين الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترفوا به وبدعوته وبهذه الأمة المحمدية، وأخصهم اليهود ومن بعد وغيرهم، فقد أبوا واستكبروا وكانوا من الكافرين كما قال الله: لا تكونوا أول كافر به. وفيه تحذير للمؤمنين من هذه الصفات الثلاث إذا جاءهم أمر الله عز وجل أن يأبوا أو يستكبروا أو يكفروا عياذا بالله. ثم قال الله: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذه هي الفضيلة الرابعة، وهي إسكانه الجنة بعد الخلافة والعلم وسجود الملائكة، جاءت الفضيلة والميزة الرابعة وهو إسكانه الجنة وتفضيله بذلك، التي هي دار النعيم له ولذريته بعد خلافته. وما الحكمة أيها الإخوة من إسكانه الجنة وهو ولم يكتب الله له فيها الخلود؟ الحكمة في ذلك أنه
يريد أن سبحانه وتعالى وله الحكمة يوطئ لهم أن هذا جزاؤكم بعد الاستخلاف، وأن هذا نعيمكم إن قمتم بالخلافة على أكمل وجه، فكأنه أراد أن يطلعهم على جزائهم وثمرة عملهم مما يدعوهم إلى العمل والامتثال والقيام بأمر الخلافة كما أمرهم الله عز وجل. ثم قال الله يا آدم، وهذا فيه تشريف له باسمه، ثم قال أسكن ولم يقل أدخل. وما الفرق بين أسكن وأدخل؟ أسكن يفيد تضمن الدخول وزيادة، وهو التمكن، تمكن في دخوله وسكنه. ثم قال كلا منها رغدا حيث شئتما، والتعبير بقوله كلا هذا فيه تعداد نعم تنعم، وفيه مزيد إكرام، ولذا قال رغدا حيث شئتما. وما معنى الرغد؟ الرغد يتضمن معنيين، المعنى الأول الهني الذي لا عناء فيه، هني لا عناء فيه، والواسع الكثير، هنيء واسع وكثير، فهو سبحانه وتعالى أتاح لآدم كل شيء هنيئا واسعا هينا يسيرا حصوله عليه، بخلاف ما جاء في الأعراف فلم يأتي لفظ الرغد. لماذا؟ لأن السياق هناك في ذكر الأحوال فقط، أما هنا في تعدد وتعداد النعم وبيان الفضل. قال الله عز وجل ولا تقرب هذه الشجرة، في هذه الجملة أيها الأخوة دليل على أن آدم لا يدوم في الجنة، في هذه الجملة ولا تقرب هذه الشجرة دليل على أن سكن آدم وأكله الجنة لا يدوم، بقرينة النهي عن القربان، لأن المخلد في الشيء لا يناسب أن يحضر فيه شيء، يحضر عنه شيء أو يقيد أو ينهى عن شيء، لأنه احتمال أن ينال منه أو يطعم منه فيخرج من الجنة، وهو ما كان من آدم عليه السلام حين أراد الله ذلك. فقوله ولا تقرب هذه الشجرة دليل على أنه لن يخلد في سكنه الأول. وفي قوله ولا تقرب أيها الأخوة لطيفة مهمة وعظيمة، وهي أن النهي عن القرب، ولا تقرب ما قال ولا تأكل، دليل على أن الإنسان ينبغي أن يحذر من المحرمات في قربانه منها، ولذلك قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، وكما قال الله عز وجل الحلال بين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالحامي كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فلا شك الإنسان إذا اقترب من الحرام شيئا بدرجة يوشك أن يقع، وهذا يجعلنا نقول يا إخواني الكرام ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه ولأهله في قربان ما فيه احتمال وقوع في الحرام. وأنتم ترون أيها الإخوة أن الإنسان مجبول على الطمع والتزود من الشيء، فإذا دخل في شيء تزود منه ربما وقع في المحظور منه. وفي أيها الأخوة حظر الشجرة على آدم شجرة واحدة وتوسيع الحلال عليه فيه فائدة لطيفة أيضا، وهي أن الله عز وجل يشعرنا بأن التكليف فيه كف للنفس عن المرغوب ابتداء وامتحانا، وأن هذا المنهي عنه في التكليف فيما يكلفنا الله تعالى به هو يسير مقارنة ب ما أحله الله لنا، ما أحله الله لنا واسع وما حرمه الله لنا محصور، فمن فضل الله عز وجل علينا أنه لم يجعل المحرم كالحلال، وإنما جعله مضيق وحصره وأحل لنا كل شيء غير ما حرمه الله تعالى. فهذا من حكمة الله ومن كرم الله عز وجل علينا، وإلا فنحن بشر ضعفاء لا نستطيع. ومع ذلك أيها الإخوة كفر أكثر الناس وظلوا وقعوا فيما حرم الله. قال الله عز وجل فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. هذه الآية في إظهار عداوة إبليس لآدم بكونه السبب في زلته،
وإخراجه من الجنة وإهباطه إلى الأرض، وفي هذا تحذير ظاهر لآدم وذريته من إبليس وذريته بكونه هو العدو الأول له ولذريته في الدنيا. وهذا هو المقصود، أن ندرك أن إبليس هو سبب خروج أبينا من الجنة، فإذا علمنا ذلك اتخذناه عدوا كما قال الله عز وجل. ولاحظوا التعبير بقوله فأزلهما. ما معنى أزلهما؟ هذه لطيفة جميلة، وهي أنها تفيد أنه أوقعهما من غير قصد وتعمد. لم يتعمد آدم عليه السلام الوقوع في الأكل الشجرة، وإنما أوقعه إبليس بالتدريج. قال إني لكما لمن الناصحين، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وأوحى وأشار إليه بأنك إذا أكلت من هذه الشجرة ستكون من الملائكة، وإنما حضر الله تعالى عنك هذه الشجرة أنك لو أكلت لخلدت فيها. انظروا كيف يوسوس الشيطان لآدم وبنيه بأن يظهر له المظهر بصورة تغريه بذلك بوقوعه في الحرام. قال الراغب الأصفهاني الزلة في الأصل استرسال الرجل من غير قصد، زلة يعني استرسلت رجله من غير قصد، وقيل للذنب من غير قصد زلة تشبيها بزلل الرجل. وفي تعبير بالإزلال ما يفيد أيها الأخوة سرعة إيقاع إبليس لآدم وذريته في المعصية بطريق الإغراء والتزيين والوسوسة. في هذا ما يبين أيها الأخوة سبيل الشيطان في إغوائنا وإيقاعنا في المعاصي، فينبغي أن نحذر ذلك منه ومن وسوسته وإزلاله. ثم قال الله عز وجل وقلنا فأزلهما الشيطان منها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولم يأتي النداء هنا لآدم، لم يقل يا آدم اهبط، لأن النداء هنا ليس تشريف، فلذلك الله عز وجل لم ينص عليه ويناديه باسمه، وإنما قال قلنا اهبطوا، فيدخل في ذلك آدم وحواء وإبليس. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما أن يأتينكم مني هدى، وهذه هي هذا التكليف، فإما يأتينكم مني هدى، فالتكليف هو الهدى، وهو ما أمرنا به في أول السورة بقوله هدى للمتقين. فانظروا كيف يتتابع الكلام في قضية الهدى. ثم قال الله عز وجل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ نستفيد منها أننا في هذه الأرض لسنا على دوام وخلود، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وأن متاع الدنيا زائل. قال يا قومي إنما هذه الحياة إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فالله تعالى يشير إلى أن في هذه الدنيا متاع إلى حين، فالمتاع في هذه الحياة منقطع لا محالة. وها نحن نرى بني آدم ينقطعون عن متاع في الدنيا جيلا بعد جيل. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق العبودية التامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.